مع دولي شاهين. مشاهدينا من القاهرة والناس، بقدم لكم حلقة جديدة من برنامج مين بيقول الحق. الشخصية اللي معانا النهاردة شخصية جديدة ومختلفة، بيلعب بالبيضة والحجر وبيخدعنا بخفة ايده وذكائه، واحنا طبعا مبسوطين ومستمتعين. الشخصية اللي معانا بتقول عن نفسها: انا اسمي حسام صباح الخير، متخصص في الخدعة البصرية، وعلى الرغم من صغر سني الا اني اصبحت محترف في المجال ده، وبعمل حاجات مش ممكن يصدقها عقل، وبثبت للكل ان الحاجات اللي بعملها ملهاش علاقة لا بالسحر ولا الشعوذة، انما بتعتمد على خفة الايد والذكاء. حتى مشاهير العالم في المجال ده بيعتمدوا على الخدعة وخفة الايد. امضاء حسام صباح الخير. حسام صباح الخير، اتفضل اقعد مكانك. وبكده احنا معانا تلاتة حسام صباح الخير. يا ترى مين من التلات شخصيات هو حسام الحقيقي، ومين اللي بيقول الحق؟ وطبعا معانا ثلاث فنانين هيحاولوا انهم يعرفوا مين حسام الحقيقي. فنانيننا يعرفونا عن نفسهم، اتفضل. انا اسمي سمير غانم. اهلا بيك. اهلا يا استاذ سمير، اهلا. اتفضلي. انا اسمي شيرين حاف. اهلا بيكي. اهلا. اتفضل. وانا اسمي محمود الليسي. اهلا بيك يا محمود. اهلا. احنا اول فقرة دلوقتي عبارة عن 60 ثانية، هنحاول فيها ان احنا نسأل اسئلة سريعة جدا 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 عشان نقرب فيها من معرفة مين حسام الحقيقي. وطبعا بما ان الفنانة الكبيرة شيرين معانا النهاردة وهي الست الوحيدة، ما ينفعش غير ان انا ابتدي بيها ولا ايه؟ sure، طبعا صح. جاهزة؟ 60 ثانية نستغلهم استغلال مرعب. طيب اتفضلي. واحد، عندك كم سنة؟ 21 سنة. اتنين، كم سنة؟ 21. تلاتة؟ 21. ما شاء الله كلكم 21. واحد، بدأت من كم سنة؟ 19. اتنين؟ 5. رقم واحد، اتعلمت اللعبة دي ولا دي ورثتها؟ اتعلمتها وانا نميتها مع نفسي. اتنين، اتعلمتها ولا ورثتها؟ اتعلمتها. تلاتة؟ هواية متعلمة. مين أشهر حد بيلعب اللعبة دي؟ واحد، كريس أنجل. اتنين، 5 ثواني. تلاتة، كريس أنجل. واحد، الوقت خلص. أستاذ سمير. نعم. أنت جاهز؟ يا حبيبتي ربنا. يلا 60 ثانية، اتفضل. نمرة واحد، أبوك الحاج صباح الخير عايش؟ عايش. نمرة اتنين، الحاج صباح الخير راضي عن اللي أنت بتعمله؟ ثلاثة، الحاج صباح الخير مبسوط قوي وإنك أنت بقيت تكسب كويس كده؟ لا، جدي صباح الخير. جدك صباح الخير؟ والحاجة مساء النور، عم أخبارها إيه؟ أنا أسئلتي خلاص كده. خلصت؟ فاضل لك 30 ثانية. لسه. فاضل لك 30 ثانية. فاضل لي 30 ثانية؟ هم ما شاء الله. 25. يلا يلا. عسى تاني. واحد، سمعت عن ديفيد كوبرفيلد؟ سمعت عنه. اوكي، انت سمعت عن ديفيد رقم كوبرفيلد؟ رقم اتنين؟ سمعت عنه. تلاتة، رقم تلاتة. سمعت عن ديفيد كوبرفيلد؟ شفته؟ شفته. 10 ثواني. جميل. لا ده كده خلاص. خلصت خلاص؟ عرفت يعني؟ خلصت؟ ركزت. 4 3. انت عرفت؟ يعني انت عرفت مين هو حسام ولا ما عرفتش؟ تقريبا. طب ليه ما استغلتش الوقت اللي فاضل؟ لا، ما انا ببتدي خفيف الاول، بسخن وبعدين انطلق. طيب محمود دلوقتي هيحاول ان هو ايه يا محمود؟ تمام. جاهز؟ باذن الله. يلا نستغل الوقت ونستغل الاسئله كويس جدا، اتفضل. ايه رقم 3، ايه الكتب اللي انت استفدت منها يعني في المجال ده؟ 13 ستيبس و هاو تو ريد بيبل. رقم 1، هل اللعبة دي ليها علاقة بالدجل والشعوذة؟ لا، ملهاش علاقة بالدجل ولا الشعوذة. رقم 3، أكتر جمهور عملت قدامه الحركة دي كان قد إيه؟ كان 500. أشهر الساحرة اللي قلنا عليها. رقم كام؟ رقم 1. رقم 1. أشهر الساحرة الستريت ماجيك كريس أنجل، الستيج ماجيك ديفيد كوبرفيلد. يلا أسرع، الوقت بيخلص. و رقم 1 برضو؟ رقم 1. ماشي، رقم 1. الحاجات دي بتطلعك عن دراستك؟ كانت في الأول بتطلعني، إنما دلوقتي لأ. يلا فاضل 10 ثواني. استفدت منها في حاجة رقم 3؟ اللعبة دي؟
استفدت في الذكاء والخدعة. 5 3 الوقت خلص، الوقت خلص وانت يا محمود ما استفدتش من الوقت خالص. انا بساله عايز اعرف مين فيهم، مين في الاثنين دول؟ أو طب وليه ما سالتش رقم 2؟ اه واحد، وانا انا انا عقلي ما بين 1 و3 على طول كده. اه على طول ركزت لا انا يعني هو باين بيتهيألي كده يعني باين عليهم هما الاثنين مبرقين لي مش عارف ولا ايه. ايه مبرقين لي كده؟ مبرقين لك؟ اه كده وعمالين يعملوا لي كده. فعايز سمير نعم، انت استثنيت حد ولا انت لسه مركز ما بين التلاتة؟ وانا لا لسه مركز بين التلاتة. بين التلاتة مستني. استثنيتي حد ولا لسه؟ لا لا لسه نفس التلاتة. نفس لسه التلاتة هم هم. هنحاول في المرحلة اللي جاية نستثني حد صح؟ اه طبعا. وقبل ما نوصل للمرحلة اللي جاية لازم بقى محمود يعمل ايه؟ يعمل ايه محمود؟ يعني لازم مثلا محمود يغني يسمعنا اغنيه كده. محمود لازم تغني دولي صح ولا ايه؟ من عينيا يا دولي. عايز تسمعي ايه دولي؟ اسمعي سوي البنات. يلا اللي انت عايزه. ماشي يلا شجعوه. طبعا يلا. والبنات كله اماره مو حلوين طعمين، نفسي بنتي تكون حلوه من الحلوين وتبقى بلدي وحلاوتها تسحر ملايين. لا تقول لي بابي ولا مامي ولا روح مشاوير، وتبقى بيضة بيضة والنبي بيضة بيضة والنبي ياما ياما أموت عليها كده كده يعني كده. معلش يا محمود سوري يعني، بس هي السمرة مالها؟ لا يعني مثلا هي السمرة ولا الخمرية فيها مش كده؟ محمود اللي غنى نفسي اتجوز بنت بيضة. ما هو ينفع يعني شايفاني مبيض قوي وشفاف يبقى في مثلا أمرايا بيضة قاعدة جنبه يغني لحد غير الأبيض؟ لا 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 مش كده ولا إيه؟ سمار نص الجمال يعني، إحنا أساسا البيض دول ضايع منهم النص. بصي بنحاول نجري في النص التاني. عايز رأيي أنا بيضة سمرة سودة بنفسيجي قمر كله كله حبيبي. أي جنس لطيف يبقى قمر طبعا طبعا. إحنا هنطلع دلوقتي فاصل صغير قد كده أهو، طيب وهنرجع تاني عشان نكمل مين بيقول الحق. أوكي دلوقتي فرصة جديدة 60 ثانية تانيين هنسأل فيهم أسئلة أسرع من اللي فاتوا عشان نقرب أكتر لحسام. أوكي؟ أوكي أستاذ سمير. نعم. أنت جاهز؟ أنا يلا أنا جاهز. اتفضل. واحد الحكاية دي بتكسب منها ولا هو بس؟ لا بكسب منها. بتكسب منها، بتكسب منها كويس؟ يعني مش قوي. مش قوي. نمرة 2 يوميا بتعمل الحكايه دي ولا في حفلات بس؟ لا دايما. ها؟ دايما دايما. نمره 3 بتغشي من ايه؟ بتبص في ايه؟ طب نمره 3 بتحب تفضل قوي تشتغل في الميادين ولا في حفلات خاصه؟ في حفلات خاصه. حفلات خاصه. اوكي يلا فاضل 25 ثانية لسه معاك لسه سمرت. طيب لما بتيجي تشتغل بإيديك كده رقم ولا رقم واحد؟ رقم واحد. نمرة واحد. نمرة 2 نمرة 2 بتشتغل بإيديك ولا بعينيك؟ بإيد بإيه؟ بإيدي. بإيدك. 10 ثواني. انت تنت بإيديك ورجليك وعينيك وكله انك هادي كده ورزين وجامد يعني. انا مبسوط من الوقت خلص. الوقت خلص. ثلاثة شكله ثلاثة شكله ايه يا محمود؟ حب اللعبة خالص. ايه؟ عمل هو ايه؟ هو شكله حسام الدين مصطفى. لا انا لسه. طب انت شكلك جاهز صح؟ ونفسك تسأل حاجة معينة عايز اخش معايا كده. اه عايز يلا اتفضل. يلا اتفضل. مين علمها لك؟ رقم 3 اصدقائي. رقم 3 اتعلمت من اصدقائي والتلفزيون. طب اتعلمتها فين؟ رقم 3 مع اصدقائي برضه. فين؟ هنا ولا ولا بره مصر؟ لا هنا في مصر اتعلمت جزء منها. رقم 1 بتلعب لعبة حريف فيها زي اللعبة دي؟ لا. طب هنسأل رقم 2 سؤال. لا مش معقول. مش ممكن. لا مش ممكن. بعد إذنك يا بعد إذنك لازم يا نجمة لازم عايز أسأله. أصل هو ما بيتكلمش. رقم 2 أنت ليك صحابك كتير بيلعبوا اللعبة دي؟ شاطرين فيها؟ مش كتير. مش كتير بيلعبوها. طيب رقم 3
في كتب للعبة دي. ثانية. في كتب. 10 ثواني. في كتب. طب ممكن سيرتين ستيبس. 5 ثواني يا محمود. كتبها وتريد بيبول. 3 2. الوقت خلص. محمود انت ما بتستغلش الوقت كويس ليه؟ ما انا صراحة بسأل الأسئلة اللي انا عايز اعرفها. من الأسئلة بتفكر ليه؟ ما تفكرش وانت بتسأل. هو بيفكر عشان نركز. عشان اركز مع مين؟ الثلاثة شبه بعد كده فكر. الوقت بيخلص حرام. عايز اعرف مين؟ وبعدين ده كله صباح الخير. ده كان بيبصني وما عادش بيبصني. طب ايه اللي حصل؟ غير رأيي. المشكلة الثلاثة تحس انهم مبرحمين خايف كده. ايه لقمه يعني ايه عشان ما ابتدوا يضحكوا. هنفك دلوقتي. هنفك. ايوه كانت مين البتاع يا دولي؟ كانت مين الحقيقه؟ ما هم لازم يكتموا الحقيقه. انتوا لازم تطلعوها. انتوا لازم كده تشدوا الحقيقه. هيطلعوا على طول دلوقتي. هيطلعوا؟ هيطلعوا. طب نشوف لو شيرين هتعرف تطلع اي حاجه. انا تقريبا عرفت. طلعت؟ تقريبا 70% عرفت. طب ايه رايك نخلي ال 30 دلوقتي؟ خلي تظبط الموضوع هي في ال 30. ايه الاخبار؟ تمام؟ ايه يا شيرين جاهزه؟ يلا شيري. لا انا تفصيل. طب تفصيل؟ يلا. عشان ابقى متظبطه يعني. عشان كل حاجه تبقى على قدي. على المقاس. أيوة. يلا اتفضلي. نمرة 1. باباك ومامتك مبسوطين من اللعبه دي؟ فخورين بيك؟ مبسوطين. 2. انت بتدرس ولا خلصت جامعة؟ أدرس. 3. أنت الكوتشينة الخاصة بتاعتك لو ضاع منها ورقة بتكمل لعب ولا بتغير الخطة وبتروح البيت تجيب واحدة تانية؟ لا ممكن ألعب في لعبة بتعتمد على الكوتشينة تكون كاملة، وممكن أي لعبة تانية الكوتشينة ما تكونش كاملة. نمرة 1. كنت تعرف أصدقائك دول مساء الخير دول ولا صباح الخير قبل ما تيجي ثانية. هنا؟ 2. أول مرة تتقابلوا دلوقتي؟ حلو السؤال. 12 ثانية. 3. بعد ما تقابلتوا كنتوا مبسوطين ولا تقابلتوا قدام الكاميرا؟ 5 ثواني. يعني مبسوطين. 2 1. الوقت خلص خلاص. الوقت خلص. طب أنت عرفتي أي حاجة من ورا الأسئلة اللي أنت سألتيها؟ شوية حاسة كده إحساس يعني بيهجم عليا كده وبيدخل في دمي. مين يعني ده؟ الاحساس. الاحساس. مين ده؟ ايه انت؟ انا قلت شخص معين. نو يا ماما. ابتديتي تعرفيه. لا لا هو ده الشخص. حد يخش في دمي يعني الاحساس بيجي. الإحساس. تجاه حد. طيب انتوا جاهزين تعرفوا مين حسام صباح الخير ولا لسه مش جاهزين؟ والله دي ارزاق بقى. انما ايه يعني جاهزين ولا لا؟ شكلكم لسه مش جاهزين. عقبال ما يجهزوا هنطلع فاصل ونرجع تاني. ومين بيقول الحق؟ فنان واحد بس هيكون عنده الفرصه دلوقتي ان هو يقرب من الثلاثه حسام اللي قاعدين معانا عشان يعرف عن قرب مين هو حسام الحقيقي. دلوقتي فقره اسئله السرعه والذكاء. اللي هيعرف الرد على السؤال يرفع بلاكات 0، واللي هيجمع 3 اجابات صحيحه هيكسب دقيقه يقرب فيها من الثلاثه حسام اللي قاعدين معانا يحاول ان هو يعرف. ايه يا محمود انت فين؟ عن قرب مين حسام الحقيقي؟ انت فين؟ تو. انت مركز؟ معاه مع اللي ما سالتوش ولا اي سؤال. أيوة. سؤال واحد يمكن. احنا خزيناه انا والنجمه عشان نعمله كمين. هتعمله ايه؟ مخلي كمين يعني بس ولا هتعمله لا ايه؟ لا انا هنعمله كمين. فضيح. انا والنجوم. يلا جاهزين للاسئله؟ اتفضل. فيلم سحر العيون كان بطوله احمد حلمي مع اللي هيعرف يرفع البلاكات محمد فؤاد، عامر منيب، مصطفى قمر. سحر العيون؟ عامر منيب. من غير ما نرفع البلاكات ولا مع البلاكات؟ البتاع الزيرو دي لازم تعمل كده. لازم تعمل كده. اوكي. سقفوني. طب فهي كده دي يعني انا عايز اجاوب. انا هجاوب. اللي بسرعه يعرف يجاوب يعني. السؤال اللي بعديه. طب يلا مع بعضين. يلا. فيلم الساحرة الصغيرة لرشدي أباظة وسعاد حسني كان إخراج يوسف شاهين، نيازي مصطفى، يحيى العالمي. اتفضلي. نيازي مصطفى. برافو. صح؟ لأنه بنية هنا على السينما.
ايوه اصله مش ممكن يبقى يوسف شاهين. فيلم مقلب حراميه كان اخراج جمال مروان، سميح النقاش، عادل اديب. عادل اديب. كلمه استاذ سمير. انا استشيخت الاسم بتاع عادل اديب. استشيخت الاسم بقول استشيخت الاسم. اصلا مش في الافلام ابدا. افلام الجديده بتاع الشباب دي انسى. باي باي يا جمعه. قول لي كله كله اجنبي. بس السؤال اللي جاي مش هترد. ليه؟ عشان خلاص هو اوت دلوقتي. اتضلم. طيب ضلمه دلوقتي في الاوضه الضلمه. يا بختك تاخدني معاك. ليه كده؟ مش عايزه تردي؟ مش عايزه تردي؟ في الضلمه. لا انا هردي. يلا هردي. ماشي يلا رد. فيلم الساحر كان بطوله محمود حميده، محمود عبد العزيز، هشام عبد الحميد. اتفضل. رد انا؟ محمود عبد العزيز. برافو برافو برافو. على قد السؤال ده. نرجع استاذ سمير بليز. شوفي حاجه كده. اطلع كده. الحمد لله. السؤال اللي بعديه، مسلسل الحاوي كان بطولة يحيى الفخراني، صلاح السعدني، فاروق الفيشاوي. أنا اتفضل. يلا عم سمير. يلا. فاروق الفيشاوي. حبيبي فاروق. برافو. 2-1-1. فيلم سنة أولى نصب كان بطولة خالد سليم و أحمد السقا، أحمد عيد، أحمد عز. اتفضل. احمد عز. برافو عليك يا محمود. مركز مركز يعني شغال افلام كويس جدا. حلو يا محمود. انت بكده كسبت دلوقتي دقيقه هتقرب فيها من الثلاث شخصيات اللي قاعدين معانا. تحاول ضروري. تعرف بقى مين هو الشخص الحقيقي. بقى الورقه انت جاهز؟ يلا قوم. اقوم اروح لهم. قوم روح لهم. روح اروح اقول لهم ايه؟ يلا قوم. روح وتعالى لنا ما تغيبش. اسالهم مثلا ممكن تبص في عينيه، تشوف البادي لانجوج بتاعته، يعني اي حاجه انت عايزها. يلا اتفضل، الوقت هيبتدي. اتفضل. اروح. يلا بقى ما تضيعش الوقت. اسرع. يلا يلا. برافو عليك. ممكن توريني صوابعك؟ وانت؟ وانت؟ افتح ايديك كده. اسالهم بعد اذنك. اللي انت عايزه. بعد اذنك. اللي انت عايزه قبل الوقت ما يخلص. استخدم ممكن ضوافرك في اللعبه دي. صعبة. طب ليك اخوات بيلعبوا اللعبه دي؟ طب ليك صحاب بيلعبوا اللعبه دي غيرك؟ طبعا. كتير؟ يعني قليلين. قليلين. بيكسبوا زيك من اللعبه دي؟ يعني. بيحبوها زيك ولا ما تعرفش؟ هواية مع بعض. انت متاكد ان انت حسام صباح الخير؟ وانت؟ متاكد. متاكد؟ طب يلا يا محمود دلوقتي. ما بتنططوش، ما بتعملوش اي لعبه، ما بتعرفوش تلعبوا لعبه غير اللعبه دي؟ مالكش هوايه غير الهوايه دي؟ انت بتشوف بنطلوناتهم. ما انا مش عارف، هما ممكن ابو سمير يخبوا كوتشينه في اي حته. استنى بس ثواني. ليك ادوات بتستخدمها في اللعبه دي؟ يلا. ادوات غير الكوتشينه. الوقت خلص. خلاص الوقت خلص يا محمود. ما استغلتوش كويس ولا استغليته كويس؟ مش عارف يا ناس، على ما بساله مبسط، على ما النجمه قالت لي. طب عرفت ولا ما عرفتش دلوقتي؟ طمني عليك. والله العظيم يا محمود. عرفت ولا ما عرفتش؟ طمني. عرفت مين انا؟ انا قلبي بيقول لي مين. انا ساعه الاجابه هرفع الرقم. يعني خلاص عرفت. قلبك قال لك مين دلوقتي؟ ورزق على الله. بنسبه كام بقى؟ بنسبه 85. طب انا مش هقتنع بقى باللي انت بتقوله الا بقى لو حصل ايه؟ ايه؟ لو غنيت لي اغنيه فممكن اقتنع باللي انت بتقوله. اما اسمعوا غنوه ايه؟ قديمه ولا جديده؟ ردوا يا جمهور. قديم جديد براحتك. قديم. يلا قديم. قديم ولا جديد؟ قديم قديم. يلا قديم قول. مالي لهوى يا اما مال ومالي لهوى، انا لا ملت الي ولا انشغلت عليلي. الله. ده جوه اللي مالي اللي مالي يما. الله الله. بس هديكوا فرصه دلوقتي تفكروا كويس جدا مين هو حسام الحقيقي، وهنطلع فاصل صغير قد كده ونرجع تاني ومين بيقول الحق. خلاص لازم نعرف. شيرين محمود انتوا فين؟ احنا هنا.
مختارينك والله. انا لا يا راجل والله كنا مختارين. لا يا راجل مختارينه فين بقى؟ انا وصفته قلت له غلبان ده. غلبان طيب بس انا كنت مختاره زيك قلت له عشان ما بيجيش. يعني انا عندي اجابه ونص. ما هو مش لازم يتكلم. اقعد يا محمود اقعد اقعد. ده انت كنت اثنين وفجاه بقيت واحد. مش عارفاك مش فاهماك. بس انا برضو انا كنت شايفه انه رقم ثلاثة. انا خدته على الشكل. مش حسيت ان شكله يليق عليه يبقى فيه سحر وفيه خفه لا يد وحركات واللب. فاخدته على رقم ثلاثة. ده بودان ده ده فظيع فظيع ده. لا خلاص رقم اثنين رقم اثنين. اه طب انا عايز اعرف انت يا محمود غيرت رايك ليه؟ تلاتة شكله حرامي شوية. أنا كنت عشان كده شكله يعني حاوي حرامي. الأول اللي كان صعبان علي أنا اليتيم اللي في النص اليتيم ده. يا حرامي يعني قلبي معاه بس قلت خلاص بقى. طيب كده كتر ما بتكلمش قلت له هو نمرة. انتوا ما سألتوهوش. لا أنا سألته خاصة محمود. أنت كنت مستثنيه تماما. احنا كنا متفقين أنا والنجمة شيرين على اتنين وبعدين اتكلمنا قالت لي محمود هو رقم اتنين. قلت لها خلاص وبعدين انا هختار رقم اتنين. لا تعالى نغير نروح ورا. غيرته ليه؟ غيرته ليه على رقم اتنين؟ طالما انتوا مقتنعين كنتوا ان هو رقم اتنين. بصيت على دوافره ما لقيتوش. يا محمود يا محمود ربنا يصبرك. معلش انا لله وانا اليه راجعون. ما تزعلش. ايه مالك؟ كان نفسنا نكسب يا ابني. معلش هو كسب وعمال كده كسب هو وبره اديكوا فلوس مش راضيين. يعني نتقابل بره واعمل لكم فرح ببلاش. مفيش في دماغكم عادي. ما انت كده كده هتعمل له فرح وببلاش. ماشي ماشي يا دول. الله في ايه يا محمود؟ غني له اي اغنيه دلوقتي عشان الراجل انت ما عرفتوش. يا حسام يا حسام يا حسام جبت لنا النايبه يا حسام. نتعرف على رقم ثلاثة بداية. على رقم اثنين اللي كسب بداية. رقم اثنين عرفنا عن نفسك. اسمه حسام احمد. صباح الخير. فعلا صباح الخير. فعلا صباح الخير. جدي اسمه فعلا صباح الخير. لا 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 جده اسمه صباح الخير. زعق شويه. يا حرام. وكانوا يدلعوه ويقولوا له ايه؟ لا سيب 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 بابا. ازاي صباح بابا صباح وجده هو ليه اسمه صباح الخير؟ حسام هو ليه سموه صباح الخير؟ عندك فكره؟ مش عارف. هو جارته مع حاجه زي كده نزلت عشان هو اتولد الصبح على الفجر يعني وكده فبيقولوا له صباح الخير وكده فقفشوا ان هم يسموه صباح الخير. نحيي حسام. اهلا بيك يا حسام. المفروض يورينا حاجه بقى. هيورينا حاجه دلوقتي بس نتعرف على شخصيتين التانيين. رقم ثلاثه عرفنا عن نفسك. اسمي احمد سلامه ممثل. اهلا بيك. اهلا. رقم واحد عرفنا عن نفسك. اسمي احمد محمد حامد. شغال في المطار. اهلا بيك. اهلا. حسام تعمل لنا شو كده صغير؟ يلا اتفضل. ماشي استاذ سمير. اي حبيبي تمام. تشين عليا ايش اي حاجه؟ طب اكشف عليها سمير. اكشف عليه؟ لا 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 انا خلاص ما عرفته. هو ده ما شاء الله بقى. ماشي تمام. حضرتك تاخد ورقه؟ اختار ورقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي وروها يعني شوفوها وروها للكاميرا. وريها للكاميرا. وريني وريني انا. انت كاميرا؟ تمام. انا شبه الكاميرا. وريني وريني سورسار وريني. تمام؟ ماشي تمام. ماشي هحطها هنا. ما تخافش خالص. احطها فوق. اوكي. ماشي تمام. فنط عليها؟ انت شفتوها الورقة انا ما شفتهاش. شفتها. فنط عليها تمام. حافظين الورقة كويس صح؟ جميل. تمام؟ تمام. لا حريف الحركة دي مش أي. ممكن حضرتك تعمل ايدك كده؟ تمام. هي دي ورقتك صح؟ خمسة ترف؟ هي دي يا ولاد؟ لا مش هي؟ طيب ماشي. طيب انا همسك خمسة ترف ماشي. حطها في ايدك هنا وحط ايدك تاني عليها. تمام. حضرتك فاكر ورقتك كويس صح؟ ماشي. تخيلها قدامك. احنا فاكرينها. تخيل فاكرها متخيلها. ماشي طيب فاكرها كويس؟ دي انا هتخيل حاجة تانية خالص. ايش حضرتك؟ كده متخيل شاكيرا قدامك. ايش حضرتك؟ انفخ فيها؟ ايه؟ انفخ فيها. في الورقة؟ في الورقة. شاكيرا. معلش يا صاحبي افتكر حاجة حلوة في الشغل برضه. افك فيها. بص كده فيها. وريها للكام. يا لهوي. وريني وريني انا. يا ولاد. ايه ده؟ برافو تسليمك. برافو.
مشاهدينا للأسف احنا حلقتنا خلصت، على أمل تكونوا قضيتوا معانا وقت جميل، أشوفكم بخير بإذن الله في حلقة جديدة. ومين بيقول الحق؟